انطلاقة موفقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم. 14 من الجيادة العربية الأصيلة بانطلاقة الجواد زازوم سكاي هاي ريسنج وعبد الله الهاجري خطوة بخطوة في محاولة من الجهة الداخلية. هذلول مريم محمد جابر سلطان الجابر وأنس السيابي من الجهة الوسطى فورجير شيراز حسن علي المطوي وبركاش إيكادي اتجاها ثلاثة من الجهات تتجه من الجهة الخارجية والصدارة مع الجواد رقم خمسة زيزوم ملك السادة سكاي هاي ريسنج وعبد الله الهجري الوصافة مع الجواد حابس سيد عبد العزيز صالح حسن الجابر وسفيان سعدي الترتيب الثالث مع الجواد هذلول الترتيب الرابع مع الجواد فورجيل شيراز الترتيب الخامس مع الجواد النخش الترتيب السادس وإعازات للجواد هبة سلطان علي أحمد سلطان الثاني وصالح المري نقطة 800 متر والصدارة لا تزال مع الجواد زازوم الوصافة مع حابس الترتيب الثالث مع الجواد هذلول الترتيب الرابع مع الجواد النخش إعازات مبكرة والصدارة لا تزال مع الجواد زازوم وحابس في وضع اليد 400 متر على خط النهاية حابس السيد عبد العزيز صالح الجبر والسفيان سعدي ومحاولة للحق من قبل الجواد أنيس ناصر سعيد محمد سعيد العيدة وماركو كازامنتو ولكن حبس لا يزال في الصدارة أنيس يخطف الصدارة السيد ناصر سعيد محمد العيدة وماركو كازامنتو الوصافة مع حبس الترتيب الثالث مع أفغاني بن شافي والصدارة مع أنيس ناصر سعيد العيدة.